السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الطيبين. علينا وهسه راح نجي من إلى قطعة مهمة جدا وهي قطعة الابن الهيثم. نعم قطعة ابن الهيثم. هاي قطعة ابن الهيثم خلينا نقرأ لكم إياها وخلينا نفهم السالفة. عندنا أبو علي الحسن ابن الهيثم. أبو علي الحسن ابن الهيثم نون معروف تويس بالغرب از الحازن الخازن او الحازن مو مشكله. فهنا عندنا سؤال مهم. شنو هذا السؤال؟ what was ابن الهيثم What was ابن الهيثم نان تدويز؟ ابن الهيثم نان تدويز ماذا كان يعرف للغرب؟ ماذا كان معه معروفا؟ نان أي معروفا للغرب، معروفا بالحاز الخازن. أوكي الحازن أو الخازن. نعم الحازم. لين أنا ولد سنة 965 in بصرة. في البصرة فهنا راح يجينا سؤالين. Where was ابن الهيثم born؟ أين ولد؟ فهنا إذا قال أين ولد فتكتب in بصرة. إذا غيرنا السؤال قال وين متى ولد فأنت راح تكتب 965 في البصرة. He received his education in Basra. أيضا هنا عندنا سؤال. Where did ابن الهيثم receive his education؟ ما شاء الله بها هواي أسئلة. أين receive أين حصل على تعليمه؟ أين حصل على تعليمه؟ في البصرة. راح يكون الجواب مالتها in بصرة. He received his education in Basra, Baghdad, and later traveled to Egypt and Espania. مو بس البصرة. بصرة، فارزة، بغداد، نعم، فارزة، Egypt، and Spain. خوش. In medieval Europe, Ibn Hayyab was called a physicist. فهنا أنا يقول عندنا سؤال يقول what was ابن الهيثم called؟ بماذا كان يدعى؟ كان يدعى بالفيزيست بالفيزيائي، وهو أيضا يدعى بالبصري. After his birthplace بصرة in Iraq، نسبة إلى يعني مكان ولادته في البصرة في العراق. We don't know، احنا لا نعرف much كثيرا about ابن الهيثم early career، عن بداية حياته. لكن الخليفة كاليف in Egypt في مصر needed him، احتاج له regulate لتنظيم the flooding of the river Nile، على طوفان نهر النيل. فهنا عندنا سؤال مهم. What did كاليف الخليفة in Egypt need ابن الهيثم for؟ لماذا احتاجه؟ احتاج له regulate تنظيم the flood طوفان of the river نايل، نهر النيل. Here proposed وهو اقترح hydraulic system، نظام هيدروليكي. But the task was impractical، لكن المهمة كانت غير عملية at that time، في ذلك الوقت. During his stay in Spain، وخلال بقائه في اسبانيا. He contributed، هو ساهم to field of the mathematics، في حقول الرياضيات. و
فيزيكس في الفيزياء وميديسين والطب ساينس العلوم مثل في نظريات العلوم سبيشالي وخاصة بالأبتك. أوكي ما عندنا شيء يصير عندنا سؤال. ابن الهيثم was known as فراغ father of أبتك. قبل شوية سولفنا كان معروفا للغرب لكن هنا عندنا سؤال what was وهذا كان ابن الهيثم نان معروف مو للغرب لا بصورة عامة بما كان معروف كان معروف بفادر أبو of أبتك أبو النظريات أبتك 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 في أسئي أبو النظريات for his great contribution في مساهماته في حقل النظريات he was one of the most eminent physicists وهو كان من أهم الفيزيائيين الذين عاشوا whoever lived الذين عاشوا all the medieval and western كل مناطق الشرق الأوسط والغرب علمائها optic based يعتمدون على المبادئ الأساسية التي عمل بها ابن الهيثم ونظرياته on the light and the optic في ضوء النظريات مالته his most famous book أهم كتابه هو كتاب المناظر هنا نقول what is the most important or famous book to ابن الهيثم ما هو أهم كتاب لابن الهيثم هنا نقدر نكتبه بالعربي وبالإنجليزي نقول كتاب المناظر أو نكتب نقول book of optic آسف which is 7 volumes and the great work translation وهذا العمل العظيم تم ترجمته إلى اللاتينية والعديد من اللغات he made many experiments وقام بالعديد من التجارب على movement of light على تحرك الضوء colors والألوان optical illusions إلى آخره إلى آخره والانعكاسات إلى آخره he discovered وهو اكتشف له قانون reflection الانعكاس فتعالوا يا أبا يقول what was or what did ابن الهيثم discovered ماذا اكتشف اكتشف the reflection انعكاس the law of reflection ايش سوي تاني غربطت بيها لكن ولا يهمكم عادي طلاب رجعناها فالعزيز علينا ابن الهيثم اكتشف the law of reflection قانون الانعكاس نعم هذا قانون the law of reflection هنا هاي reflection مو هي شيء بالأرض reflection نعم and gave the scientists وأعطى العلماء explanation شروحات of the parts of the eye أجزاء من العين and the process عملية الرؤية this successful and famous mathematician أسترون إلى آخره هو مات هذا سؤال مهم when was ابن الهيثم dead تعال لا أنا راح يقول when did he die متى مات ابن الهيثم 1040 هنا إذا in Cairo في القاهرة أوكي المقطع الأخير علي ما يتكلم يقول سنة 2015 اليونسكو celebrate ابن الهيثم achievement هنا عندنا سؤال
يقول هو celebrated ابن الهيثم's achievement. من؟ فهنا راح يقول اليونسكو. يونسكو. آسف. With help of some scientists إلى آخر شورت. ما عندنا شيء مهم بيها. According to the medieval biography ابن الهيثم عمل كان لديه أكثر من 200 عمل. فهنا أنا how many works did ابن الهيثم have؟ كم عدد الأعمال الذي لدى ابن الهيثم 200 works؟ Most of the world of his works are now lost. وقد فقدت أعماله 50 have survived. وما بقي فقط إلى 50 عمل من أعماله فقط. حاول قطع مال ابن الهيثم طلابنا الأعزاء. فيا ريت دن الأسئلة اللي كتبناهم كتبوهن وتحفظوهن. وإن شاء الله إحنا بالخدمة وتوعون. أول إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي اشتراك. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس مثل ما يقولون. وإن شاء الله الفيديو بين جماعتك. شكرا جزيلا.